عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي لي. جنة وفردوس وصحبة وحبيب مشتاق لي، يسقيني يشفع لي، يلا صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء، وحلقة يوم الجمعة اللي مكملين فيها قصص الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. طبعا النهاردة يوم الجمعة ومن السنة كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنبدأ قصة جديدة من قصص الأنبياء، قصة ذي النون صاحب الحوت سيدنا يونس. برحب بضيفي الداعي الإسلامي دكتور صالح الشواف، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ دعاء، ربنا يحفظك ويحفظ السادة المشاهدين، ويا رب الجمعة دي كده تبقى جمعة خير وبركة وسعادة وراحة واطمئنان واستقرار في جميع بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. يا رب. وزي ما حضرتك كده وسطينا نكتر من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونبشر كده اللي يكتر بالصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نبشره بكلام سيدنا النبي: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. يعني سيدنا النبي هيعرف أن حضرتك بتصلي عليه وأن حضرتك بتصلي عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني أكلك التراب؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فرسول الله حي في قبره يرد السلام على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نبدأ بقى حلقتنا النهاردة وقصة جديدة مع سيدنا يونس. ربنا يكرمك يا أستاذ دعاء، لازلنا مع قصص الأنبياء، مع هؤلاء الصالحين، مع صفوة الخلق وأحب الخلق إلى الخالق سبحانه وجل وتعالى. والنهاردة احنا هنتكلم عن نبي مشهور جدا عند كل الناس، لأن دعوة دعوة بقت هي السلاح اللي كل الناس بتحتمي به، والسلاح اللي كل الناس بتتحصن به. النهاردة هنتكلم عن سيدنا يونس ابن متى، أبوه اسمه متى، ويقال إن نسبه ينتهي إلى بنيامين أخو سيدنا يوسف. نسب يونس ينتهي إلى بنيامين أخو يوسف عليه السلام، يقال هذا. فهو يونس ابن متى. سيدنا يونس ذكر في القرآن كثيرا، وسميت سورة كاملة في القرآن باسمه، سورة يونس سورة كاملة في القرآن باسم نبي الله يونس. وذكر في القرآن صراحة 4 مرات، وذكر بألقاب. فهو يونس قال عنه ربنا: وإن يونس لمن المرسلين. وهو صاحب الحوت، قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس. وهو ذي النون، وسمي بذي النون، النون يعني الحوت، وذي يعني صاحب، فذي النون يعني صاحب الحوت. فهو يونس وهو ذي النون وهو صاحب الحوت، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف تبتدئ الحكاية مع سيدنا يونس عليه السلام؟ تبتدئ الحكاية يا أستاذ دعاء من نينوى في الموصل في العراق. هذه المدينة مدينة نينوى لازالت إلى الآن في الموصل في العراق، لازالت موجودة إلى الآن بشكلها. بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى ليدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد رب العالمين، وإلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وإلى توحيد الرحيم الرحمن سبحانه وجل وتعالى. وكان عدد سكان المدينة دي مدينة نينوى حوالي 100,000 أوزيت شوية. الله جل وعلا قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكانوا 100,000 أو أزيد من 100,000 شوية. قعد سيدنا يونس يدعوهم إلى الله
ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويا قوم كيف تعبدون هذه الأصنام وتتركون الرحيم الرحمن سبحانه جل وتعالى. لكن قوم يونس أصروا على كفرهم ورفضوا أن يوحدوا رب العالمين سبحانه جل وتعالى، واستمروا على ما هم عليه من عبادة الأصنام وترك عبادة الرحيم الرحمن سبحانه جل وتعالى. ويونس صابر في دعوته، مجابه لقومه بالحجة والبرهان، وهو يدعوهم إلى الرحيم الرحمن سبحانه جل وتعالى. بيتقال يا أستاذ دعاء أن سيدنا يونس قعد يدعوهم إلى الله 33 سنة، أكثر من 30 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، فصبر عليهم كثيرا. صبر ده صبر كتير جدا. وبعدين أوحى الله إليه أن يا يونس إذا لم يؤمن هؤلاء في خلال 3 أيام سينزل بهم العذاب. قدامهم مهلة 3 أيام. يعني سبحان الله، ربنا بيصبر على العباد، بس بقى في وقت خلاص لازم بقى الواحد ياخد قراره. بالظبط، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم، ابن عباس يقول اقرأوا إن شئتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم عافينا، اللهم عافينا ونجينا يا رب. وإحنا عايزين نقول إن إحنا طبعا لما بنحكي قصص الأنبياء بنتعلم منها، يعني إحنا بنحكي القصة بنتبسط وبنستمتع بيها طبعا، بس احنا مش هدفنا التسلية، احنا هدفنا نطلع التعليم طبعا، نستفاد، ناخد بقى كل رسالة من القصة دي. واحنا ان ما تتغرش، ممكن ربنا يسيبك لفترة لكن يعني لازم تراجع نفسك، لازم بالضبط. تراجع حساباتك، نلحق بقى نستغفر ونتوب، وكل واحد عارف ايه الحاجة الغلطة اللي بيعملها والمظالم، ونرد المظالم، اللي ظلم حد، اللي أكل حقوق أخته في الميراث، اللي سرق من الشغل حاجة، اللي أخذ رشوة، اللي اتعامل بالربا، كل ده يلحق يرجع ويرد المظالم طبعا. تمام. فالله عز وجل أوحى إلى يونس، يا يونس إذا لم يتوب هؤلاء ولم يسلم هؤلاء خلال 3 أيام سينزل بهم العذاب. يونس أخبرهم فرفضوا، ما أمان. فلم يطق يونس رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام على نبينا أن يبقى مع هؤلاء، فتركهم وخرج، ساب البلد وطلع. والظاهر من النص القرآني أن يونس لم يستأذن الله جل وتعالى في هذا الخروج، لأن الله سماه آبق، آبق يعني هارب. قال إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالآيات، سياق الآيات وسياق النص القرآني يدل على أن يونس لم يستأذن رب العالمين في هذا الخروج، ولذلك سماه الله أنه ملوم، ملوم ملام على هذا الفعل، على أنه خرج دون أن يستأذن، عمل حاجة غلط. أحسنت يا أستاذة دعاء، فربنا لامه، لامه الله على ذلك. كآدم حين سمع كلام إبليس وأكل من الشجرة وغيره. خرج يونس من نينوى وتركها، ثم ذهب فركب سفينة في البحر، ركب مع مجموعة من الناس سفينة وانتقل إلى مكان آخر، خرج يريد مكان غير نينوى. مرت 3 أيام، يونس في البحر وأهل نينوى في مكانهم، ما أمن منهم أحد، وإذا بفجأة السماء أظلمت والسحب سودت، واستشعر أهل نينوى أن العذاب سينزل وأن اللعنة ستحل. وهنا أفاق أهل نينوى من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم وعادوا إلى ربهم سبحانه وجل وتعالى، فتجمعوا ليبحثوا عن يونس ليدلهم يونس كيف يعود إلى الله وكيف يتوب إلى الله وكيف يعلن أنهم خاضعين لله رب العالمين، فلم يجدوا يونس. فماذا فعل أهل نينوى؟ فرقوا بين البهائم وعيالها حتى تصرخ البهائم وتستغيث، وفرقوا بين الأمهات وأطفالها، وتجمعوا في الشعاب والأودية والصحراء ليعلو الصراخ وليعلو البكاء في مشهد مهيب ما شهدت الدنيا مثله، وكأنهم يعلنون ذلا غير عادي لله، يعلنون افتقارا غير عادي لرب العالمين سبحانه، يقولون له يا رب نحن نصرخ بكل الأصوات ونستغيث بكل اللغات ونلهج بكل اللكنات أن تنجينا يا الله وألا تنزل
علينا العذاب يا رب العالمين. فاستجاب لهم ربنا وتقبل الله. ربنا توبتهم وتقبل ربنا سبحانه وجل وتعالى أوبتهم، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سبحان الله، كشف الله عنهم العذاب ولم ينزل سبحانه وجل وتعالى عنه عليهم العذاب، وأمهلهم رب العباد سبحانه وجل وتعالى. سيدنا يونس بقى في البحر مش عارف ايه اللي بيحصل، ما يعرفش حاجة عن اللي حصل في نينوى، ولأن أهل نينوى آمنوا ودخلوا في دين الله عز وجل وتركوا عبادة الأصنام ووحدوا الرحيم والرحمن. يونس على سفينة في وسط البحر، تتحرك السفينة وتتهادى الأمواج ويضطرب البحر وتكاد السفينة أن تغرق. ماذا يفعل ربان هذه السفينة وقطبانها؟ قرروا أن هم يبدأوا يتخلصوا من الأمتعة والحقائب والحاجات اللي معاهم، أي أمتعة أي ملابس أي حاجة معهم بقى يرموها في البحر، عشان يخففوا ليه الحمل. ولكن السفينة لازالت تضطرب. طب يعملوا إيه؟ قالوا إحنا نبدأ نعمل قرعة ونرمي بعض اللي معانا، نتخلص من بعض الناس اللي معانا عشان الحمل يخف، بدل ما كل الناس تموت يبقى بعض الناس ايه اللي تموت. طب ما محدش هيوافق ان يترمي في البحر، طب يبقى الحل ايه؟ الحل ان نعمل قرعه عشان اللي توقع عليه القرعه ما يناقشش خلاص، لان مفيش اي حد هيوافق ان هو يترمي في البحر في وسط الليل، يعني ده موت محقق، يعني هتموت هتموت. فاجروا القرعه فوقعت القرعه على يونس، واهل السفينه شافوا من حال سيدنا يونس ان ده راجل صالح، فكأنه يعني صعب عليهم ان يجوا على اصلح واحد في السفينه ويرموه في البحر. فعادوا القرعه مره ثانيه فوقعت القرعه على يونس، فقاموا عايدين القرعه مره ثالثه كمان، قال لك يمكن تطلع على حد ثاني، فوقعت القرعه على يونس. ثالث مره القرعه تقع على سيدنا يونس، فخلاص خدوا قرار انهم هيرموا سيدنا يونس، وبالفعل القوا يونس في البحر. وما ان سقط يونس من السفينه حتى صدر الأمر الإلهي من رب العالمين للحوت أن التقم يونس أيها الحوت ولا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما. الله عز وجل يوصي الحوت على يونس ويأمر الحوت ألا يؤذي يونس وأن يلتقم يونس دون إيذاء له، فلا يخدش له لحما ولا يأكل له عظما. ابتلعوا بس. فابتلع سبحان الله، يعني قصة الواحد لما بيتخيلها صعبة غريبة، منظره مرعب طبعا. فمتخيلة إنسان يلتقمه الحوت. فلما دخل يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، فحرك يديه فتحركت وحرك رجله فتحركت، فأيقن أنه لا زال حيا. مش مصدق أنه لسه عايش، مش مصدق أنه لسه على قيد الحياة، بقى يترمي في بحر في وسط الليل وحوت يبتلعه ولسه عايش، مش مصدق سيدنا يونس. فخر لله ساجدا، سجد لله عز وجل. كل ده هو في بطن الحوت، هو في بطن الحوت سبحان الله، سجد لرب العالمين سبحانه وجل وتعالى. وبين يونس في بطن الحوت ساجدا سمع أصواتا من حوله، فنادى ربه في هذه اللحظة وقال: يا رب ما هذه الأصوات؟ قال: يا يونس تسبيح السمك في البحر. سبحان الله، السمك يسبح الله والحوت يسبح الله وكل الكون يسبح رب العالمين، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبحان فالكون الله. كله يسبح رب العالمين. وهنا أيقن يونس أنه لا نجاة له إلا بالله طبعا، ولا منجي له إلا الله، ولا منقذ له إلا رب العالمين سبحانه. فأخذ يونس يصرخ في هذه اللحظة كما قال ربي: وأصدق القول قول ربي. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، الله يقول وصاحب الحوت يونس
إذ خرج من بلده مغضبا من قومه، غاضبا من فعلهم، غاضبا من صنيعهم ومن تركهم عبادة الله رب العالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن هنا بمعنى تيقن، أن لن نقدر عليه، يعني مش هنضيع عليه، مش هنضيعه، مش هنسيبه أبدا في الابتلاء اللي هو فيه ده. يونس في هذا الابتلاء تيقن أن الله لن يتركه، تيقن أن الله لن يضيعه، تيقن أن الله لن يتركه في بطن الحوت، فظن أن لن نقدر عليه، فأعلن الذل لله، وأعلن الافتقار لله، وأعلن المسكنة لله قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودي رسالة يا أستاذة دعاء، إن بس ربنا الله جل وعلا يريد منك بس إن أنت تظهر له الذل. الله يريد منك أن تظهر الافتقار إليه، أن تظهر المسكنة له سبحانه، إن أنت بس تقول له: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن أنت بس تظن أن لن يقدر الله عليك، يعني لن يضيق الله عليك، فظن أن لن نقدر عليه. لما تيقن يونس هذا اليقين وظن هذا الظن أن رب العالمين لن يتركه وأن الله لن يضيعه، أتاه الفرج من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذ دعاء لما سئل عن دعوة مستجابة قال: دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهي الدعوة دي يعني إحنا دايما نفتكرها لما يحصل لنا مشكلة أو ابتلاء أو نخاف من حاجة أو نقلق من حاجة، نفوض أمرنا لله ونقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفضل بقى نقولها، هي دي فعلا يعني بتجيب الفرج سبحان يا الله. يا أستاذة دعاء، لما دعا يونس هذا الدعاء وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة في السماء: يا رب صوت معروف لعبد معروف في مكان غير معروف. فقال الله جل وعلا: يا ملائكتي إنه صوت عبدي يونس، هذا صوت يونس. فقالت الملائكة: يا رب ألن تنزيه؟ قال: بلى سأنزيه، بلى سأنزيه. صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف، دي رسالة إن خلي صوتك معروف في السماء، وخليك دائم الذكر لله، ودائم الدعاء لله، ودائم اللجوء إلى الله، عشان لما تقع في مشكلة الملائكة تقول: يا رب صوت معروف. عشان لما تقع في مصيبة أو تحل بك نازلة أو تقع في ضائقة وتقول له: يا رب، الملائكة في السماء تشفع لك عند الله وتقول له: يا رب صوت معروف. ده سؤال كل واحد فينا محتاج يسأله لنفسه: يا ترى صوتي معروف في السماء ولا لأ؟ يا ترى بندعي ربنا في أوقات الأزمات والشدائد وبس، ولا احنا على طول متعرفين إلى الله، دايما دائم الذكر لله عز وجل؟ مشكلة بعض الناس يا أستاذ دعاء إن ما بيعرفش ربنا إلا في وقت الشدة. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فلما تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، وكم نركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. يونس في بطن الحوت، العلماء بيقولوا، علماء الحيوانات يقولون إن يونس، إن الحوت الحرارة بتاعت بطنه تصهر الحديد. قالوا: وما أصاب يونس ضر لأن الله أوصى الحوت، ولأن الكون كله مسير طبعا، ولأن الكون كله بيد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إبراهيم يرمى في وسط النار ولا يحترق، وموسى يلقى في وسط الماء والبحر ولا يغرق، ويونس يصير في بطن الحوت ولا يصيبه ضرر ولا أذى، لأن الحافظ من؟ لأن الذي ينجي من؟ لأن الذي بيده خزائن السماوات والأرض من؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الله. والحقيقة أستاذ دعاء إن الكرب كان على سيدنا يونس كان شديد طبعا، والابتلاء كان صعب جدا. حضرتك متخيلة واحد في ثلاث ظلمات، العلماء قالوا إن يونس كان في ثلاث ظلمات، قال لك ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت طبعا، فظلمات بعضها فوق بعض، ليل وبحر وكمان بطن حوت. يعني ما هذا الابتلاء العجيب، ما هذا الابتلاء الغريب العجيب لسيدنا يونس. وإن ربنا نجاه بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عايزين كل الناس تحفظها وتعرفها، لأن هي دي فعلا بتفك الكرب وبتفك الابتلاءات والشد. ربنا سبحانه وجل وتعالى وصف لنا هذا المشهد القرآن العجيب، لما دعا يونس بهذا الدعاء
نادت الملائكة في السماء عبد معروف، صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف، قال إن قال الله إنه عبدي يونس. قالت الملائكة: يا رب ألن تنجيه؟ قال: بلى. ثم أمر الله الحوت أن يلفظ يونس على اليم، ارميه على شط البحر. قال الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. في سورة الصفات قصة يونس، ما أجملها من قصة وما أعظمها من حكاية، حين يقول لنا ربنا سبحانه في محكم التنزيل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، خرج إلى السفينة وترك قومه من غير أن يستأذن الله، دون أن يأخذ الإذن من رب العالمين، ولذلك سماه ربنا بالآبق، قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون، فهاجت الأمواج واضطرب البحر فساهم، يعني قام القرعة لما عملوا قرعة السفينة فساهم فكان من المدحضين، يعني خسر القرعة وألقي في البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ملوم على أنه خرج دون أن يستأذن الله، وهو يلوم نفسه على هذا الفعل. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين، لولا أن يونس لجأ إلى رب العالمين واعتصم بخالقه ومولاه وفوض الأمر لله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لبقي في بطن الحوت إلى قيام الساعة. ثم خرج يونس من بطن الحوت. هنكمل ونعرف بقى بعد ما خرج من بطن الحوت ايه اللي حصل، لكن بعد الفاصل. وصلنا في قصة سيدنا يونس، إنه لما كان في بطن الحوت وسبح ربنا ودعا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فربنا أمر الحوت إنه يخرج سيدنا يونس على الشاطئ. ونعرف بقى القصة حصل إيه بقى بعدها. لما ربنا أمر الحوت إنه يرمي سيدنا يونس على الشط، سيدنا يونس كان كاد أن يموت من الأيام اللي بقي فيها في بطن الحوت. والحقيقة أن القرآن والسنة ما ذكرولناش الفترة الزمنية اللي سيدنا يونس قعد في بطن الحوت، فمحدش يقدر يقوله قعد في بطن الحوت قد إيه. إحنا يعني بنسمع في قصص 40 يوم، دي مش أكيدة يعني. مش أكيدة. فعشان كده ربنا قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. اترمى كده في الطل وهو سقيم، يعني تعبان. تعبان طبعا. العلماء بيقولوا أن سيدنا يونس لما اترمى على الشط كان زي الفرخة كده لما بتطلع من البيضة. طبعا. فكان كأن لحمه ذاب وعظامه ظهرت في الفترة من الفترة اللي عادها في بطن الحوت، فخلاص يكاد أن يهلك. فأم ربنا سبحانه وجل تعالى قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين اللي هو القرع. والعلماء قالوا: ليه شجر اليقطين؟ ليه شجر القرع؟ قالك لأن القرع متعدد الفوائد جدا. الحاجة التانية الورق بتاعه عريض فبيضلل سيدنا، هيضلل سيدنا يونس. وكمان قالوا أنه رطب فهيسقيه، فيأكل منه ويشرب منه ويظلله. فلذلك اختار الله عز وجل له شجرة اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قعد سيدنا يوسف فترة زمنية تحت شجرة اليقطين القرع هذه، يأكل منها ويستظل بظلها ويشرب من مائها، حتى عادت إليه صحته وعادت إليه قوته وعاد إليه نشاطه. وهنا قرر يونس أن يرجع إلى نينوى. راجع بقى يشوف الله عز وجل ما أخبره، راجع يشوف بقى هؤلاء الذين كذبوا الله كيف حل بهم العذاب وكيف نزلت بهم. فلما رجع يونس وجدهم قد آمنوا.
ورجعوا إلى الله، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وفي قصة يونس من الفوائد أستاذ دعاء الكثير طبعا، منها عدم الغضب، وذنوني إذ ذهب مغاضبا غضبان، فغضب يونس جعله يخرج من القرية دون أن يستأذن الله. الغضب بيخلي الواحد يتصرف غلط، بيعمل الإنسان. عشان كده الراجل لما جه سيدنا النبي وقال له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. صح. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. طب واحد سمع حد بيقول لي طب يا دكتور صالح أنا بنفعل ومعرفش أمسك نفسي، أقول لك لو عاوز تتفادى الغضب تعمل كام حاجة أرشادتنا إليهم السنة. أول حاجة غير المكان اللي أنت فيه. لو أنت واقف أقعد، لو أنت قاعد قوم يمشي، لو أنت قاعد في أوضة أخرج للريسبشن، لو أنت غير مكانك اللي أنت فيه. الحاجة التانية أذكر الله، سارع لذكر ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبي الله نعم الوكيل، تلاقيك تهدى. لأن ذكر الله عز وجل يهدي النفس طبعا. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن للقلوب. فذكر الله عز وجل يهدي الغضب. فيبقى أول وقفة مع قصة سيدنا يونس لا تغضب. الوقفة الثانية مع قصة سيدنا يونس لا تستعجل النتيجة، تتعجلش النتائج. انت اعمل اللي عليك والباقي بيد ربنا سبحانه وتعالى. انت بعض الناس اللي يقول لك انا زهقت من ان انا اكلم ابني مش راضي يصلي خالص، اتصالات تاتينا شيخ صالح انا بنتي مش عارف اعمل معاها ايه، مش راضيه تصلي مش راضيه. اقول لك اصبري واصبر، انت ما عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ. ربنا قال كده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا حذر سيدنا النبي ان ما لا يتعجل نتيجة قومك كما فعل يونس. قال له فاصبر لحكم ربك يا محمد، الله يوجه الكلام لسيدنا النبي، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لذلك الإنسان يصبر لا يتعجل النتيجة، إنك لا تهدي من أحببت، ما انتش عارف الهداية بإيد مين. ذلك سيدنا يونس لما رجع لقوم الأهمي لهم أمنه. في هذا رسالة، عدم التعجل والصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه الواحد يتعلم إنه هو بيعمل اللي عليه، لكن النتيجة دي على ربنا خلاص، بيد رب العالمين سبحانه. فوضنا أمرنا لله. أحسنت يا أستاذ دعاء. من الوقفات يا أستاذ دعاء مع قصة يونس، إن مش دايما أي ابتلاء يحصل لك ممكن يبقى شر ليك، بالعكس ممكن يبقى خير ليك. فيونس ابتلي بأنه ألقي من السفينة ثم التقم في بطن حوت، هذا ابتلاء عظيم جدا، لكن كان هذا الابتلاء خيرا عظيما له، أنه وصله بالله ويعني قطع هذا الذي حدث له بينه وبين ربه سبحانه وجل وتعالى من معصية وتقصير، وأنه خرج دون أن يستأذن رب العالمين. ثم كان فرجا عظيما أنه خرج من بطن الحوت وأنبتت له الشجرة من يقطين ثم عاد إلى قومه. فمش دايما الابتلاء بيبقى ضرر عليك، بل بالعكس ممكن الابتلاء يرجعك لربنا، ممكن الابتلاء يوصلك بربنا، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. الله عز وجل يبين لنا أن الإنسان ربما يكره الابتلاء، لكن يكون هذا الابتلاء خير للإنسان في دنياه وفي أخرى. من الوقفات مع قصة يونس اللجوء إلى الله والاعتصام بالله، وأنه لا ينجي إلا الله طبعا، ولا ينقذ إلا الله، ولا يفرج الكرب إلا الله. من نشغل ربنا فعلا، ليس لنا إلا الله، والله ليس لنا إلا رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ولذلك الله قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن يونس اعتصم بالله ولجأ إلى الله وفوض الأمر لله وتوكل على الله لكان في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن دعوة مستجابة قال دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبالتجربة أستاذ دعاء لا يوجد إنسان مكروب، بعض العلماء دي تجربة كده والحاجات دي بالتجارب، بيقولوا إن ما فيش حد يدعي بدعاء سيدنا يونس 40 مرة إلا ما ربنا يستجيب دعاء. صح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قولها 40 مرة بإخلاص وصدق وادعي ربنا باللي أنت عاوزه، بعد كده الله يستجيب لك، الله يحقق لك دعائك، الله يفرج عنك أي كرب ويكشف عنك أي غم. فهذه رسالة لنا لنلجأ إلى الله في الشدائد، ولنعتصم بالله رب العالمين في المحن، ولنلجأ إلى رب العالمين سبحانه جل وتعالى في أوقات الإحن وفي المدلهمات. يونس
أبقى إلى الفلك وما استأذن ربه وابتلي في بطن الحوت وابتلي بظلمات ثلاث، لكنه لما دعا الله نجاه الله جل وتعالى وكشف رب العالمين عنه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. والفاء عند علماء اللغة تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، هذه رسالة لكل مؤمن بالله جل وتعالى، اقتدي بيونس وتأسى بيونس وافعل كما فعل يونس عليه السلام. ويقال يا أستاذ دعاء إن قوم يونس آمنوا فترة من الوقت ثم رجعوا بعد ذلك عن إيمانهم فعذبهم الله جل وتعالى، ولذلك الله قال فمتعناهم إلى حين، يعني إلى فترة وإلى وقت معين حتى رجعوا إلى عبادة الأصنام وإلى عبادة الأوثان فأهلكهم رب العباد سبحانه وجل وتعالى. أسأل الله جل وتعالى أن يجعل في هذه القصص تذكرة وتبصرة لنا، وأن يجعل هذه القصص تمدنا بمدده وتصلنا بحبله سبحانه وجل وتعالى. آمين آمين, آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين. آمين. ربنا يكرمك يا شيخ صالح. وإحنا بقى معاكم مع مشاهدينا نشوف النهاردة في حلقتنا أول تقرير خير من تقارير مؤسسة سقيا الماء. أجمل شيء إنك تترك لك أثر طيب ونكتب ما قدموا وآثاره، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني بيدعى ربنا سبحانه وتعالى إنه الناس تذكره بالخير ويبقى سيرته حلوة. وبعدها قال إيه؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا سلام يا سلام لما الإنسان يدعو إنه هو يبقى ليه حاجة بعديه بعد ما يموت تبقى تدر عليه نفع وتدر عليه خير وتدر عليه حسنات، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. خلاص القيامة هتقوم، انت هتعمل ايه؟ بس ده اللي جاي بعد. لما ملك فارس مر على أحد الناس وكان عجوزاً ربما بلغت 90 من عمره دكتور صالح، وبعدين بيقوله بتعمل بل بزرع زيتون، قال له الزيتون ده انت مش هتشوفه، ده انت عندك 90 سنة خلاص رجلك والقبر زي ما بيقولوا، والزيتون ده بيقعد سنوات سنوات، يعني في زيتون ممكن يقعد 1000 سنة و2000 سنة. فبيقوله انت بتزرع الزيتون ده لمين؟ قال له هم زرعوا ونحن حصدنا فأنا أزرع لكي يحصد من يأتي بعدي. ولذلك الرسالة اللي نبعتها قدم لنفسك خيراً وأنت مالك مالك من قبل أن يأتي يوم ولون حالك حالك. النهاردة أنت تقدر تعمل خير وتقدر تتصدق سواء مع مؤسسة سقيا الماء أو مع غيرها من المؤسسات، إحنا بفضل الله شغالين وموجودين على الأرض وبنشوف على أرض الواقع مع مؤسسة سقيا الماء. بس إحنا كمشايخ وكدعاء لما بنيجي ندلكوا على الخير، اعمل خير مع أي حد، اوعى تيجي الدنيا وترحل منها بدون ما تسيب أثر. رب العباد قال نكتب ما قدموا وآثارهم. في ناس هتيجي الدنيا وترحل ومحدش هيفتكرها، واحنا النهاردة واحنا في قرية سقيا الماء 2 في وادي النطرون بعد 1400 سنة واحنا واقفين في وسط الفسائل في وسط هذا الخير اللي بفضل الله موجود وبفضل حضراتكم وبفضل تبرعاتكم ومشاركاتكم بعد 1400 سنة. فضلت الدكتور أحمد، فاكرين سيدنا عثمان بن عفان اللي عمل أول وقف لله، اللي أوقف بير لله وجنب البير بقى فيه قرية نخل وقف لله، وفضلت القرية دي تكبر وتكبر إلى الآن إلى يوم الناس هذا، موجود في مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف سيدنا عثمان بن عفان، بيتصرف منه على الغلابة وعلى المساكين وبيتصرف منه على مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا مكملين في الخير، والدال على الخير كفاعلي. ممكن حد من اللي بيشوفنا دلوقتي يكون عمل صك ومش قادر يعمل تاني، خد الأرقام وصورها وبعتها لحبايبك. انت هتلاقي في ميزان حسناتك حاجة انت ما عملتهاش بس دلت عليها. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. اترك اثر طيب لك في حياتك. لو انت دلوقتي بتشوفنا وعاوز تعمل حاجه لوالدك اللي مات وما عملش حاجه، او لوالدتك اللي ماتت وما عملتش حاجه، لنفسك اعمل لها واعمل لنفسك انت كمان. اترك اثر علشان يتكتب لك عمر جديد بعد وفاتك، مع مؤسسه سك الماء وسكوك النخيل وانشطه الخير وصلات مياه ابار سكوك نخيل شجر زيتون. اي خير اعمله تترك اثر لك في حياتك قبل مماتك. فأكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل، اللي ريعه ودخله هيصرف على كل أبواب الخير وهيوفر لكتير من أهالينا حياة كريمة. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا مع بعض تقرير جميل وقف لله مع مؤسسة سقي الماء والنخل، والحقيقة يعني هي صدقة جارية وفكرة جميلة جدا فكرة النخل. وأنا مثلا عملت قبل كده نخلة، ولسه إن شاء الله هعمل كمان واحدة تانية، وهروح بقى وهنصور إن شاء الله النخلتين كمان. هم عندهم النخلة طبعا ب4000 جنيه عشان اللي بيسألوا، وشجر الزيتون كمان أنا حبيت الفكرة جدا وهعمل كمان شجر زيتون برضو إن شاء الله. 50 شجرة زيتون ب3000 جنيه، وربنا يتقبل من الجميع. وهي حاجة فكرة جميلة جدا ان هي بتفضل الريع بتاعها والارباح بتاعتها بتتحط تاني في الخير، وتفضل بقى كده ان شاء الله طول العمر. الصدقة الجارية فكرة جميلة نعملها لحبايبنا اللي سبقونا في الموت، يعني للجنة بقى ان شاء الله، ولحبايبنا اللي لسه عايشين، ونعملها لنفسنا كمان. وطبعا ارقام تليفون مؤسسه سقي الماء موجوده على الشاشه عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم ويعمل صدقه جاريه. شيخ صالح، يعني دي من احلى الافكار اللي انا بحبها في مؤسسه سقي الماء، فكره الوقف لله. لا حضرتك يعني بقيتي بتكلمي على المؤسسه احسن مني. ايه رايك؟ ايه رايك؟ قلت كل المعلومات والاسعار وكله. مش فاضل اي حاجه اقولها. ربنا يكرمك. والله احنا دايما كده يعني بنفكر بعض انا وحضرتك، انا يعني ملاحظ ده دايما، ان نجدد النيه انا وحضرتك ان احنا بندلنا على خير. ايوه يا رب. لان عاوز اوجه رساله ان حتى لو مش هتقدر تتبرع فدل على خير. صح. لان سيدنا النبي قال لنا الدال على الخير كفاعله. يعني لما تبعت رساله لحد انت عارف ان هو ممكن يتبرع ويقدر يساهم او يشارك، او لحد قريبك حد قريبه توفي وعاوز يعمل له صدقه، فتقوم تدله تقول له روح اعمل بير مع سقي الماء، او اعمل وقف صك نخله مع سقي الماء، فانت كده بتاخد الاجر وبتدل على هذا الخير من رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. وهنيئا هنيئا لمن يستخدمه الله عز وجل في الخير، هنيئا لمن يستخدمه الله عز وجل في دلاله الناس على الله وهدايه الناس الى الله وارشاد الناس الى طاعه رب العباد والى جبر خواطر الفقراء والمساكين. يا رب ديم علينا النعمه دي يا رب، واستخدمنا دايما فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم امين. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين.